شرح كتالوج شهر يناير. كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة علينا جميعا ان شاء الله. تعالوا نشوف ايه الاوفرز اللي نازله لنا الشهر ده. عندنا الشهر ده اوفرز حلوة قوي. الشهر ده لو اشتريتي ذوان احمر الشفايف هتقدري تاخدي المانيكير بتاعه او طلاق الاظافر خصم 50%. تقدري تنقي لون الروج مع لون المانيكير. كمان عندنا الفاونديشن ذوان، وده مناسب جدا للبشرة الدهنية لانه مات، فحلو قوي لو واحدة بشرتها دهنية استخدمته، مش هيطلع اي دهون او مش هيزود لها الدهون في البشرة. كمان تقدري تاخدي الباودر بخصم 40%، وبرضو الباودر مات مناسبة قوي للبشرة الدهنية. كمان الشهر ده عندنا البي بي كريم، وكلمة بي بي يعني بيوتي بالم، عليه خصم حلو جدا. البي بي بيرطب البشرة، البي بي فيه عامل حماية 30 عشان يحميكي من الشمس، خالي من الزيوت فمناسب لجميع أنواع البشرة. وكمان لو مصحح وبيدي إضاءة للبشرة، لو انت عايز تستخدميه كإضاءة يديكي إضاءة حلوة قوي لبشرتك. الشهر ده لو اشتريتي اي كريم هتاخدي المنظف او الغسول بتاعه. عندنا الكريم اللي هو بالكامومي، ده مخصوص للبشرة العادية والجافة. كمان عندنا اللوف نيتشر للبشرة المركبة، والصبار كمان مناسب برضو للبشرة المركبة او الدهنية الحساسة اللي حالتها كويسة، ما تبقاش دهنية قوي، تبقى حالتها كويسة بمعنى انها ما فيهاش مشاكل كتيرة. الشهر ده كمان في اوفرز كتيرة قوي هتقدروا تلاقوها في الكتالوج. 50% اوفرز. تقدروا لما تلاقوا كده خربش، لما تلاقوا اي علامة خربش، لو خربشتوا على المنتج نفسه هتلاقوا ريحة المنتج كمان، مش بس تخربشوا على الدورية، لا كمان خربشوا على المنتج نفسه هتلاقوا الريحة بتاعة المنتج، سواء البارفان سواء الكريم. تقدروا يبقى عندكم كذا فرصة ان انتوا تشموا الحاجة كذا مرة. تعالوا نتكلم اكتر على الفرش. الفرش الشهر ده عليها خصم حلو قوي، فرش الميك اب. تعالوا نتعرف اكتر عليها. اول فرشة عندنا هي فرشة الروجاجو. الفرشة الروجاجو دايما هتلاقوها مبططة، لان انا بوزع بيها الروجاجو على منطقة التشيك بونز او منطقة الخدود، فلازم الفرشة بتاعتك تبقى مبططة علشان ما تنطرش الروجاجو في كل حتة. كمان تقدروا تحطوا بيها بجناب المناخير او تعملوا بيها التظليل في جناب المناخير. تاني فرشة عندنا اللي هي الفان باودر براش، ودي بقدر اوزع بيها الباودر تحت العين لما اكون ناوية ان انا ارسم العين او احط اي شادو الوان غامقة، فبحط باودر تحت العين علشان لو نزل اي اي شادو غامق اقدر بالفرشة اقدر ازيل الباودر الزيادة. الفرشة التالتة دي بستخدمها مخصوص للاي شادو، عندي ناحية السفنجة ودي بحط بيها الاول علشان تديني يبقى تقيل، بعد كده ببتدي اوزع بالناحية اللي فيها الفرشة علشان ده يعمل بلندنج للالوان او يدخل الالوان في بعض ويسيح الالوان مع بعض. كل الفرش دي معمولة من شعر طبيعي، شعر ماعز طبيعي. كمان عندنا فرشة الفاونديشن. فرشة الفاونديشن هتبقى اسهل وانت بتوزعي الفاونديشن بتاعك او كريم الاساس بتاعك، بتديكي تغطية رائعة للبشرة. لو انت عندك بقع، لو بتعاني من اثار حبوب، هتغطي الحبوب بطريقة احسن لو انت مستخدمة الفرشة. فرشة الفاونديشن زي ما احنا قلنا الفرش كلها معمولة من شعر طبيعي، فتقدري تغسليها بالشامبو لو انت عايزة بعد لما تستخدميها، مش شرط كل مرة، بس تقدري تستخدميها لو انت بتستخدمي الحاجات دي لاستخدام الشخصي، تقدري تستخدميها يعني تغسليها ما بين كل فترة بحيث انك تنظفيها. كمان عندنا فرشة الحواجب. فرشة الحواجب حلوة جدا، نقدر نسرح بيها الحواجب او نستخدم المشط للرموش. اما الفرشة دي فدي مخصوص للكونسيلر وللروج. الكونسيلر بستخدم له الفرشة اللي هي الناحية العريضة، اما الناحية الصغيرة بستخدمها عشان اقدر اوزع بيها الروج بتاعي.
برضو دي من الفرش الحلوة جدا اللي ليها، ومش بس ممكن استخدمها للكونسيلر والروج، انا دايما بقول يبقى عندنا من الفرشة دي اتنين، واحدة بستخدمها للكونسيلر والروج، والتانية اقدر استخدمها عشان اقدر ارسم بيها ووزع بيها برضو الاي شادو بتاعي، يبقى عندي ناحية صغيرة عشان اقدر ادخل في الحتة الضيقة في العين، ولا عريضة علشان اقدر اوزع بيها. فيبقى عندك فرشتين، واحدة للكونسيلر والروج والتانية للاي شادو. كمان فرشة الباودر، دايما الباودر بتبقى الفرشة بتاعته كبيرة، ليه؟ علشان تقدر تدخل مساحات اكبر وتوزع الباودر على البشرة. طبعا في المولقات وفي البرية كل ده عليهم خصم 60%، فرصة رائعة الشهر ده لو انت عايزة تشتري الفرش، فده فرصة رائعة الشهر ده انك تاخدي الفرش بالسعر الرائع ده. تعالوا نتكلم كمان على الشعر. الشهر ده عندنا فرش حلوة جدا نازلة للشعر برضو بخصم 60%. عندنا اول فرشة اللي هي الراوند براش او الفرشة الملفوفة، ودي بقدر استخدمها علشان اعمل بيها الشعر لو انا عايز اعمله كيرلي، لو انا بستخدمه مع السشوار اقدر استخدم الفرشة الاولانية. اما الفرشة التانية اللي هي الكاشن براش، الفرشة دي بستخدمها للاستخدام اليومي، وهي بتبقى عاملة زي المخدة، بتبقى طرية على الشعر وانت بتسرحي شعر، الحتة اللي فوق عاملة زي المخدة فبتبقى طرية على الشعر. اما الفون براش اللي هي الفرشة التالتة، كلمة فون دي كلمة فرنساوي بمعنى الهواء، الفرشة دي بتدخل الهواء جوه الشعر، فبالتالي بتخلي الشعراية تنشف اسرع. اما المشط فده مخصوص اما تستخدميه بعد لما تاخدي الشاور بتاعك وتنشفي شعرك، يبقى غسلتي شعرك وتنشفيه بالفوطه، تقدري بعد كده تسلكي شعرك بالمشط، لان انت محتاجه تسلكي شعرك بحاجه واسعه مش بالفرش الضيقه علشان ما تقطعيش شعرك، فبنسلك الشعر بالمشط الواسع، وتقدري بعدها تستخدمي الفون براش عشان تنشفي الشعر او تدخلي الهواء جوه الشعر فينشف اسرع. مين فينا بيحلم بايدين حلوه؟ اكيد كلنا بنحلم بايدين تكون حلوة، عشان كده الشهر ده عندنا الميلك اند هاني نازل بخصم 50%، خصم رائع برضو تقدروا تشموا ريحته، زي لو احنا خربشنا هنا عشان نشم الريحة، او لو خربشنا على الازازة الميلك اند هاني نقدر نشم الريحة. اللبن والعسل بيقطبوا الايدين، هيدوكي مظهر حلو لايدك، ايدين ناعمة ومترطبة. خصم رائع برضو على الإلام الكحل. طيب إلام الكحل احنا عندنا الثلاث ألوان، الأسود والأبيض، لو انت عينيكي واسعة تستخدمي الأسود جوه العين، أما لو انت عينيكي ضيقة يبقى هنستخدم الأبيض من جوه العين. كمان عندنا لونين حلوين قوي، الأخضر والأزرق، نقدر نحط جوه العين أو نرسم من بره العين، عليهم خصم رائع الشهر ده. النوفيج، النوفيج نزل لنا من الشهر اللي فات. طبعا النوفيج من الحاجات اللي بتعالج تقدم او اثار تقدم العمر. بتعالج ايه؟ بتعالج المرونة بتاعة البشرة. النوفيج بيزود نسبة المرونة بتاعة البشرة لانه بيحسن من مرونة البشرة، بيحسن من مادة الالاستين اللي موجودة في البشرة اللي مسؤولة عن المرونة بتاعة البشرة. هو بيحتوي على حاجة اسمها الاسبارتوليفت، ودي بتساعد على انها تشد البشرة مرة تانية وترجع المرونة للبشرة. احنا مجرد ما هنبتدي نستخدم المجموعة في خلال 28 يوم احنا هنحس بفرق. لو انت سنك بيتراوح من 35 ل 65 النتيجة هتبقى 25% تحسن، انما لو سنك بيتراوح من 45 ل 65 فالنتيجة هيبقى التحسن 50%. فانت كل ما كبر السن كل ما التحسن بيبقى اكتر. انت محتاجة تستخدمي المجموعة دي لمدة 3 شهور، بعدها هتحسي بتحسن 70%، هتحسي ان البشرة مشدودة اكتر بنسبة 70%. المجموعة دي ممكن استخدمها من اول سن 35 او 40. لو انت في سن 35 وحاسة ان البشرة فقد المرونة تقدري تستخدميها من اول سن 35، لكن لو انت حاسة ان بشرتك كويسة تقدري تستخدميها من اول سن 40. المجموعة دي مكونة من المنظف والتونر وكريم العين والسيرم وكريم النهار وكريم الليل، مجموعة حلوة قوي. المنظف هنا هنلاقيه ميلك، لان طبعا احنا كل ما بنكبر في السن البشرة بتجف مع الوقت ومع السن، فبحتاج منظف ميلكي. التونر هنا هنلاقيه زي الجل تقيل علشان يساعد على ترطيب البشرة.
كريم العين بيساعد على شد البشرة، كذلك السيرم وكريم النهار وكريم الليل. طبعا المجموعة دي بتديكي نقط إضافية لو استخدمتيها، بتاخديها لو اشتريتيها بتاخدي نقط إضافية. تعالوا نتكلم كمان على مجموعة الإي كولاجين. مجموعة الإي كولاجين من المجموعات الحلوة جدا اللي برضو مكملة معانا، وبرضو بتزود النقط بتاعتك بنسبة 20%. المجموعة دي برضو رائعة وبنستخدمها للبشرة اللي بتعاني من التجاعيد. المجموعة دي بتشتغل على تحسين التجاعيد بتاعت البشرة لأنها بتزود نسبة إفراز الكولاجين في البشرة. برضو من المجموعات الرائعة اللي مكونة من المنظف والتونر وكريم العين والسيرم وكريم النهار وكريم الليل. وبكده نبقى خلصنا شرح كتالوج شهر واحد.